السلام عليكم الطلبة، كي دايرين؟ بخير، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. كنعتذر بعد التاخر ديالي في النشر ديال تي بي 2 ديال ترانزيستور بي بولير. والمهم دو المهم ويسمحوا لي دوك اللي كاع ما تفرشوا في هاد الفيديوهات هادو، حيت كاينين اللي دوزوا دابا، اللي دوزوا اثنين. ما هادشي اللي تلاح في هاد الليله هادي مزيانه، ما تلاحش راه غادي يدخلوا ما غاديش يتفرجوا في تصحاب ثلاثة. ونتمنينا الاعجاب ديالكم وندخلوا دابا في الموضوع. تي بي نيميرو 2 ترانزيستور بي بولير، هذا هو لوجيكيف ديالنا من هاد تي بي. هذا هما نجاوب على هاد الاسئله هادو. كومبرون اون فونكسيونمون دو لا ترانزيستور، نعرفوا كيفاش كيخدم هاد الترانزيستور. هنا ايتيدي ستاتيك، فهاد ليتود ستاتيك ما كنديروش واحد، ما كنديروش جي بي اف اللي كيعطي الكورون سينيس ويدال طونسيون ما عرفت شنو، ما كنخدموش به، وكنخدمو غير بهاديك في سي سي كورون كونتيني. هنايا فهاد ليتود ستاتيك كندرسو ديتيرميناسيون دو لا بوان دو فونكسيونمون كي و دروا دو شارج. هذا كترسمو وكدير فيه هاد الكي، كتكون كتحتمل هاد دروا دو شارج. On a une détermination de B au H'E. من موراها غنجيو لإتيود ديناميك. هاد الإتيود ديناميك كنديرو فيها ديك جي بي إف، أفيك هاديك ال في سي سي. هنا متغيرو الفرق ما بين هادو، هدا غير سون جي بي إف وهدا أفيك جي بي إف. هدا غادي نجيو غنقيسو فيه الميزوغ دو كان دو أون تونسيون و الميزوغ دامبيدونس دونتخي إي دو سورتي. فوالا، نجيو بعدا ناخدو فكرة بعدا على الترانزيستور وكيفاش كيخدم. نقرب لكم الفكره اكثر باش تعرفوا كيفاش كيخدم. كبحال هكا هنا عندنا واحد التيو ديال الماء بحال هكا. هاد التيو هنا دايز فيه الماء، هنا كاين هنا بحال واحد الفرفاره هنايا، وفي نفس الوقت هي اللي بحال هكا كدور. منين كدورها هاد التيو كيبدا يدور في بلاصتو. منين كيبدا يدور كيبدا يخرج، والى خرج غادي يخلي لينا الماء يدوز. هنايا كنجيو كندوزو واحد شويه، كنحلو هنا واحد الانبوب وكندير هنا واحد المقاومه. بحال اش المقاومه شنو تلعب هنا الدور؟ هي انها تقاوم الماء، ما تخليش يدوز بواحد الكميه كبيره، يعني بحال تخلي لينا غير واحد لتر في الدقيقه يدوز. وهذاك الماء اللي غيكون خارج، منين يكون خارج بواحد السرعه غيبقى يضرب هاد المروحيه بحال هكا. منين بقى يضرب هاد المروحيه هادي غدور غير بواحد لافورس اللي قليله اللي غادي تخلي لينا يدوز، يتحل هذا واحد شويه. ومنين غيتحل هذا واحد شويه هنا كاينه لا فورس كبيره غدوز، يقدر يدوز لنا حتى 5 لتر في الدقيقه. يعني و الى سديتي هذه المقاومه دي زيرتيها مزيان، يعني مخليتي والو يدوز، صافي ما غاديش يدوز من هنا، ما غيدوزش هنا الماء، وبالتالي بحال هذا المنتوسر غيدفع غادي يرجع بلاصتو. يعني شنو كنقدروا نقولوا على الترانزيستور؟ الترانزيستور هو بحال واحد القاطع تيار اوتوماتيك، يعني يا اما يسمح لك الا عطيتيه الضو من هنايا غيخلي لك الضو يدوز هكا، ما عطيتيهش ما غيخليهش لك يدوز. كنظن ان هذه واضحه، نتمنى تكون واضحه. صافي راه هادشي هو اللي فيها. هنايا بحال كيفاش كنجيو كندوزو ليه الضو من هنا، بحال كنعطيوها لاكسي انه يقول لينا باش يخلي لنا ندوزو الضو من هنا لهنا. ندوزو دابا البرانسيب ديال هذا، هو كنت كنشرح لكم في البرانسيب. المهم دابا ندوزو داكشي فيزيك. هنا كاينين جوج الانواع في هاد الترانزستور بي بولير، كاين ان بي ان وكاين بي ان بي. هاد البي ان ان بي ان هادي ان بعدا كتعني بها نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف. هنا بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف كيكون الشكل ديالهم بحال هكا. هاد السي بعدا هاد الترانزستور مناش كيتكون من سي، هذا الكوليكتور كنقولوا ليه الكوليكتور، هذا الاميتور، هذه الباز. فوالا هنا اي سي، هنا الكورون كيكون جاي اي سي داخل بحال هكا، جاي داخل وكيخرج لينا من الاميتور. وهنايا كنجيو كنلصقوا هنا واحد المقاومه ار، وكنعطيو الباز باش تعطي لنا لاكسي انه يدوز داك الضو بحال هكا، يدوز من هنا. فوالا يعني الا جيتي تشوف هنا الشكل ديالو، هنايا النيجاتيف هي ديال النيجاتيف، هنا البوزيتيف بوزيتيف،
نيجاتيف نيجاتيف. علاش؟ لان هنا بحال هاد المقاومه هادي شنو كتلعب هنا دور، هنا كتعكس لنا الاشاره وفي نفس الوقت راه كتخلي واحد النسبه قليله ديال الضو تدوز. بحال نشرح لكم النيت البرانسيب النيت باش عاد ندوز لك شي لاخر يكون عندكم في راسكم بعد. كبحال دابا ندوزو لداكشي، ندوزو لداكشي ديال دابا حيت هاد الترانزيستور بيبولير لوبجيكتيف منه هو نصايبو داك امبليفيكاتور مكبر الصوت. كيفاش؟ ماشي مكبر الصوت، يكون مكبر ديال الكوغون، مكبر ديال اي حاجه، ولكن هادشي كينطبق بالضبط على مكبر الصوت. الى جينا هنايا ودرنا هنا، دابا هذا راه كيتحكم بحال هو كيتحكم في راسو، بحال هو كيحل راسو الطريق وفي نفس الوقت كيسد راسو الطريق. ولكن الا كان عندنا واحد الصوت بحال هكا جاي من ليزيكوتور، الصوت في ليزيكوتور كيكون قليل بزاف، حنا الا بغينا نكبروه هذاك الصوت ديال ليزيكوتور مثلا هو كيكون جاي بواحد، كيكون السلك كيدوزو فيه الالكترونات بحال هكا. الالكترونات عندهم واحد، عندهم الصوت كيكون عباره عن واحد الترددات بحال هكا مخربقين. حنا هذاك، حنا هاد المرور ديال الالكترون نعتبروه هو بحال واحد الماء جاي بحال هكا. كل ما كان جاي الماء بواحد السرعه كل ما كتختلف هذيك السرعه ديالو هكا في فداك لامبليتيود ديالو، غادي تبقى تختلف، مره غتبقى تجهد لين الدوره، مره غتبقى تخففها، يعني مره غادي يبقى يتحل، مره يبقى يتسد، على حسب الجهد اللي جايو من هنا غيتحل، جهد غيتحل. ولكن هنا بحال هنا جايه هاير ان فولت، راه هنا الى ضو ان فولت راه تدور لك هذه يقدر يرجع حتى لهنايا دوز مثلا دوز 10 فولت، يعني بحال كيكبر، يعني هذا كيتحكم في الجريان ديال لي زيليكترونات اللي دايزين في الكونديكتور في السيركوي الرئيسي، يعني بحال هي كتاثر كتقول لي بحال جاي، المهم بحال جاي شي كورون قليله كتقول، كتعطي الامر لهذا الروبيني انه يتحل، كتقول لي تحل، بحال هي كتحكم، تقدر تتحكم غير في هذا الروبيني ما تقدرش تتحكم، وهذا الروبيني هو اللي تيتحكم في هذا الجريان الكبير ديال الكورون. داكشي علاش كيخرج في الاخر في البيفان صوت كبير. صافي هنا الان بي ان كتكون بحال بهذا الشكل هذا، كيكون الكورون بحال كتقول كيجي هكا وهكا وكيخرج من هنايا، يعني بحال كيجي هكا وكيخرج. اما في البي ان بي كيكون بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف، كيجي من البوزيتيف هادو بحال كيجي هكا غيجي غيلصق في البوزيتيف من المقاومه من هنا، القطب الاخر ديال المقاومه كيكون نيجاتيف كيجي كيلصق هنا مع النيجاتيف. هذا كيعطي بحال هذا كيتفرق، هذا كيكون جاي بحال هكا شويه جزء منه كيخرج من هنا وجزء منه كيخرج من البالز. هادو هما هذيك اللي درت عليها هي هادي، كيجي من هنا بحال كيجي كامل صافي كيجي كيتفرق هنا. هادي كل وحده فين غادي تستعملها على حسب الاحتياج ديالك، بغيتي تستعمل هادي تستعمل هادي. حنا هاد اللقطه اللي هضرنا حنا على الامبليفيكاتور باينه غيستعملوا هادي، حيت هادي اللي هنا كل ما كتعطيها من هنايا كتحكم لك في هاد الجريان ديالك. ما قدروا تيستعملوا هادي، انا المهم انا هادي اللي زعما بانت لي فيها البلان. فوالا دابا ندوز للماني، الماني ندوز بعد ليفي البوان دو فونكسيونمون و دروا دو شارج. فوالا نهضروا بعدا على هاد الدروا دو شارج، هذا هو اللي عاد وعاد من بعد نهضروا على البوان دو فونكسيونمون. الدروا دو شارج ها كيفاش كيكون الشكل، ها كيفاش، هذا هو المونتاج. بعدا المونتاج غادي نوريكم حتى هو كيفاش غادي تركبوه، المونتاج غنوريكم، غنوريكم اولا بعدا المونتاج كيفاش تركب. ها هو المونتاج، هاد السلك هذا اللي دايز هكا ها هو هنايا، هو اللي هنايا مدوزينو هنايا بهاد البارتي كنلاصقو وحده مع وحده مع وحده مع وحده كتعطينا دور السلك. هاد الحمر اللي كيبان لك جاي من هنا راه هو في سي سي، وانا ما عرفتش انا واقيلا في سي او، المهم انا واقيلا هنا في سي سي في سي سي. هنايا لاصق هنايا، لاصق هنا هذيك في الفولتاج، زعما الفولتاج اللي كيعطي للدار
الكورو، كاين القطب لاصق هنايا وقطب راه لاصق هنايا، ما كيبانش راك حل، ما كيبانش. وهذا نوريكم الماشين اللي هتخدموا بها كتعطي الكورون لهذا، هي هذه. هاي هي هذه. وحنايا باش خدامين، خدامين بهذا الفي سي اس، راه قال لك تسويش 20 فولت، يعني غتجي هنا فهاد 0 0، غتبقى تزيد، غتبقى تورك هنا، تزيد حتى تولي هنايا 20، تتولي هنا 20. فوالا ندوزو نكملو المونتاج. صافي هاد المقاومة ها هو دايز الضو من هنايا، ها هو لصقناه، ها هو دايز هاكا وداخل هاد الشريحة هادي، قلت لكم هادي كل وحدة تحت منها بحال النحاسة. جاية هاد المقاومة ار، ها هي لصقناها هنايا، جينا دخلنا هذا كامل بحال اللي كتعتبر هذا راه هو الترانزستور. ها هو جينا دخلنا الترانزستور هنا، هاد البارتي هادي راه هي السي، هاد اي سي هادي اللي كتبان لك هنايا، هاد السهم هذا تقدر ترسمه هنا فوق هذا بحال هكا. ها هو داخل الترانزستور، ها هو جاي، هاد البارتي هادي راه هي هادي، من موراها مباشرة كاينه هنايا اي بي، كتدخل هنا اي بي. شنو تاني هاد المقاومه ار عاوتاني اللي خارجه من هنا راه هي هادي، من مورا شنو عاوتاني هادي اللي جايه هكا خارجه هنا، كاين هاد المقاومه هنا ار، هاي راه هي هادي. صافي كنظن كلشي هاد ار عاوتاني اللي خارج من هنايا، هاي دوزنا هنا واحد السلك عاوتاني، واحد السلك، وهاي جبنا هنا هاد ار هادي لصقناه هنا اللي ها هي هادي، وصافي ولصقنا ما بين هادو هنايا وهادو هنايا، ومبدل البارتيات هادو اللي حنا مركبين هنايا، هادو ما كيأثرش على المونتاج، هادو كنا كنقيسو، كنا كنعبرو هاد في بي او. هنايا صافي انا شرحت لكم هادي، شرحت لكم المونتاج. دابا غنجيو نكمل هنايا، باش الا بغيتي تحدد الدروات والشارج، الا بغيتي تحدد الدروا دو شارج غادي تجي في سي سي، غتحدد هنا في سي سي بعدك بحال فاش كيكون عندك شي دار بحال هكا هنا فيها شي جينيراتور مثلا جي بي اف، وانا عندك واحد الار، وانا عندك واحد الكوندونساتور مثلا، كدير بحال هكا، هذا كيساوي هكا ديال الكوندونساتور يو سي، هنا يو ار، كدير ان او ديال الجي بي اف كتساوي يو سي بلس يو ار. بحال هكا هادي غنطبقوها هنايا، غنطبقوها على هاد الدار هادي هنايا في سي سي، في بحال قلتي في بحال قلتي اي، في سي سي هي ما بين التوتر اللي مطبق من هنا لهنا، من هنا لهنا، شنو كيساوي؟ كيساوي في سي او، في سي او هو التوتر اللي مطبق في سي او ما بين هاد المربطين هادو ديال الترانزستور، زائد هادي ار سي فوا اي فوا يو سي، هادي تقدر تقول عليها هي يو سي، وهادي تقدر تقول عليها هي يو او يو او، مثلا بحال هكا اللي هاي جاو داروه هنا، هاديك ار سي في اي سي هي هادي، هاي ار سي في اي سي، ار سي في اي سي، وهاد ار او في اي سي، وهاد ار او في اي سي هي هادي، الكورون بالكورون اللي دايز فيها. فوالا كنجيو هنايا كنلاحظو ان هنايا ان هاد في سي سي كتساوي لينا هادشي، كنلاحظو هنا اي سي، اي سي كنعملو بيها، ها حنا عملنا باي سي، غتولي لينا على هاد الشكل. غادي نجيو غنجبدو هاد اي سي من هنايا، صافي القضية التجبيد راه ساهل، غتجيب هادي لهنا غتولي هي في سي سي موان في سي او، وغتخرج في سي يعني هاداك الشي اللي هنايا مقسوم على داك الشي اللي هنايا، يعني غادي تولي لك على هاد الشكل هذا.
والدروا دو شارج كيكون هو اي سي اون فونكسيون دو في سي او، يعني هادي اون فونكسيون دالي فوالا. الدروا دو شارج يعني غادي يدوز لينا منو ضروري، ما غادي يتقاطع لينا مع وحده من وحده من هادو ولا بجوج، بحال هنا راه مقاطع لينا مع بجوج، بحال هنا راه مقاطع علينا مع في سي او مع في او. فوالا غادي نجي وغادي نعطيو لهاد في سي او، نعطيوها كتساوي صفر، يعني بحال من عادم الجهد، من عادم بحال كيساوي صفر، هذا هو الجهد، عطيناها كيساوي صفر باش نحددو التقاطع ديالو مع هذا مع اي سي. الا عطينا لهادي صفر شنو غيبقى لينا؟ غتبقى لينا في، غتبقى لينا اي سي كتساوي لينا في سي سي على ار سي بلس ار او، يعني هذه هي النقطة عند فاش كتكون هاد في سي او كتساوي زيرو، يعني هادي اللي حسبتيها راه عندك، هادي مارشي 20 فولت، والار سي عندك المقاومة ديالها شحال، ار سي هي دي 1 كيلو اوم، والار او هي 330 اوم. وغتكون لقيتي الفالور ديال هادي، غتجي انت بعدا غادي تحدد المعلم وداكشي هادشي كامل، ما الا جيت نشرح هادشي راه غيجي الفيديو طويل، ولا جا الفيديو طويل هذيك ثاني هضره اخرى. كتجي كتحدد هاد البوان، لقيتي البوان فين كيتقاطع المستقيم، البوان الاول فين كيتقاطع، انت عاد نقلب عاوتاني للبوان الثاني. البوان الثاني غادي نجيو نعطيو الاي سي كتساوي زيرو، غنجيو نعطيو الاي سي كتساوي زيرو، وغنخرجو هاد في سي او. الا جينا عطينا هاد اي سي كتساوي زيرو، يعني هي كتساوي زيرو، يعني و الا بغيتي تنشر هادي، يعني هي هادي مضروبه في زيرو كتساوي هادي، يعني شنو غيبقى لك؟ يعني ان هادي كتساوي زيرو، ويلا هادي كتساوي زيرو غتخرج في سي او، يعني تولي لك في سي او كتساوي في سي سي. كنظن هادشي راه باين، هادشي غير كالكول بسيط، هادشي ماشي شي حاجه اللي زعما معقده. غادي تخرج في سي او كتساوي لينا في سي سي اللي هي شي 20 فولت كما قلت لكم. غتجي في هاد اللاكس هذا غتقلب على تحدد 20 فولت، وغادي تجي غتعلمها بحالك، وغتلصق ما بين هاد النقطه وهاد النقطه هذه، وغادي تكون لقيتي الدروا دو شارج. هذا هو الدروا دو شارج، هو هذا، وهاد الدروا دو شارج ضروري ما كيدوز لينا من هذيك البوان دو فونكسيونمون اللي انا دابا غنهضر لكم عليها.